بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا على المبادرة أنه قناة الشروق تطلب مني أن أتحدث عن قضية وهي قضية مصيرية، قضية صد النهضة. حقيقة يعني قضايا المياه عموما أصبحت من القضايا الملحة جدا، واللي لها أبعاد محلية وإقليمية ودولية، وده طبعا ناتج من أنه الناس الآن بتتحدث عن ندرة المياه نتيجة لعوامل كثيرة، اللي هي الزيادة في السكان وزيادة احتياجاتهم والثبات مصادر المياه أو موارد المياه، أدت إلى صراعات كثيرة، ودي طبعا منذ القدم يعني على أساس النزاع حول الموارد، ويمكن كثير من الحروب اللي بتحدث على الموارد والجفاف والتصحر، يعني كعامل عوامل في عوامل أخرى طبعا أدت إلى النزاعات وإلى الحروب. الميزة بتاعت المورد المائي أو الأمن المائي أنه المياه في الهيدروبوليتكس مربوطة بقضايا التنمية، بيتكلموا عن المياه والقزاء والطاقة، أمان المياه أو الأمن المائي والأمن الطاقة والأمن القزائي، وبالتالي أصبحت يعني قضية المياه هي قضية يعني مصيرية في كثير من دول العالم. للأسف الشديد نحن عندنا في السودان الاهتمام بقضايا المياه يعني ضعيف جدا، يعني لما تلقى بلد زي مصر ويمكن ظروفها أنه يعني معظم سكان مصر حوالي 90% من سكان مصر بيسكنوا في 4% من المساحة الكلية لمصر، وده لأنه عشان النيل، عشان كده في دولة مركزية اهتمت اهتمام كبير جدا بالنيل وطورت أساليب الاستفادة منها يعني من زمن محمد علي إلى اليوم، ودي أخذت يعني فعلا تأثير كبير جدا في الوقت، لأنه بقية دول حوض النيل اللي هي يمكن المنابع وحتى السودان إلى درجة ما كان اهتمام أقل، لأنه بيعتمد اعتماد كبير جدا على الأمطار. قضية سد النهضة ارتبط بالتغيرات اللي حصلت في المنطقة، يعني في إثيوبيا بعد ما أتى يعني الرجل اللي كان لي يعني هو صاحب مشروع وعنده رؤية على أساس أنه لتطوير إثيوبيا ملي الزيناوي، وطوالي هو دخل في يعني تحدث عن إثيوبيا الجديدة، تحدث عن إثيوبيا ولازم يكون لها دور إقليمي مش فقط على في القرن الإفريقي، بل يكون حتى على مستوى إفريقيا وعلى مستوى العالم، ونجح نجاح كبير جدا في الجانب ده. وعشان أنك أنت يكون عندك مكانة على المستوى الإقليمي أو الدولي، يجب أن يكون عندك يعني مشروع تنموي تعتمد عليه، لأنه الاقتصاد أصبح هو قبل السياسة. فهو اهتم بقضايا السدود، والسدود في نظره أنه إثيوبيا بتعتبر نافورة المياه، وأنه إذا فيها عدد 12 حوض من حواض الأنهار، فيها عدد من روافد الأنهار، فيها بحيرات، عشان كده بتسمى نافورة إفريقيا. فإثيوبيا ما عندها مساحات واسعة للزراعة، وهو بيعتمد اعتماد كبير جدا على توليد الطاقة، ومشروعه ببساطة شديدة جدا أنه هو ينتج 45,000 ميجا واط من الطاقة، يستطيع أن تغطي احتياجات إثيوبيا، وأنها تصدر للأقاليم والدول الجارة لإثيوبيا وتصدر إلى أماكن بعيدة، ودي بتوفر عملة صعبة كبيرة جدا بالنسبة لبلد زي إثيوبيا بتعاني معاناة كبيرة جدا من
الفقر ومن كثير من معاناة الدول العالم الثالث. سد النهضة كيف كان في المعسكر الشرقي. مصر كانت عندها مشروع السد العالي، ومشروع السد العالي بالنسبة لمصر لم يجد الاستجابة من الأمريكا بالذات والبنك الدولي، وبالتالي استطاع أنه عبد الناصر بحكم أنه هو كان يعني عنده علاقة بحركات التحرر في إفريقيا، عنده علاقة بالاتحاد السوفيتي، في أنه يحصل على تمويل السد العالي. في مواجهة السد العالي الولايات المتحدة الأمريكية سعت بأنها تخطط لعدد من السدود في إثيوبيا كرد فعل لما حدث في مصر، وفعلا من ضمن هذه السدود سد يبعد من الحدود السودانية حوالي 20 كيلومتر، وفي الوقت ذاك اسمه سد الحدود، ويطلق عليه فيما بعد سد إكس، وفي اسمه اسم ثالث سد الألفية، إلى أن الاسم الأخير اللي هو سد النهضة، ولكن بمواصفات مختلفة عن المواصفات اللي كانت موجودة في سد الحدود. سد النهضة هو فيه بحيرة بتسع إلى 74 مليار متر مكعب، ولكن سد الحدود حسب التخطيط اللي حصل في الستينيات كان بيستوعب فقط 14 مليار متر مكعب. طبعا أي مشروع بهذا الحجم وفي نهر زي نهر النيل، ونهر النيل حقيقة وخاصة طبعا معظم موارد النيل المائية بتجي من النيل الأزرق، يعني يمكن من إثيوبيا حوالي 84% من إيرادات نهر النيل هي بتجي من إثيوبيا، حيكون لها رد فعل من مصر، وهرد فعل وإن كان يتصل بدرجة من المرونة من السودان. مصر كان عندها موقف حاد جدا فيما يخص سد النهضة، وكان سد النهضة بالنسبة لها مرفوض رفض مطلق. والمهم حصل في المرحلة دي نوع من الزيارات، من أهم زيارة كان زيارة عصام شرف، وده كان في 2011 بعد ما أعلن عن قيام سد النهضة، وزار عصام شرف رئيس وزراء مصر في الفترة ديك زار إثيوبيا، وكانت هذه الزيارة هي بداية لتغيير موقف مصر من سد النهضة، لأنه ترتب على هذه الزيارة أن لم يتم التشاور مع السودان، ولم يتم استشارة اللجنة الفنية المشتركة اللي هي كانت تدي ممكن تدي معلومات، فكان بطريقة عشوائية حصل اتفاق. هذا الاتفاق كان من السلبيات فيه أنه وافق عصام شرف على استمرار البناء في سد النهضة واستمرار التفاوض، وكونت لجنة فيها تمثيل للدول الثلاثة، اثنين من كل دولة، وفيها أربعة خبراء عالميين، وكلفت هذه اللجنة بإجراء دراسات حول سد النهضة، هي دراسات حول التصميم، دراسات حول التبعات البيئية والاجتماعية اللي هتحصل، المهم دراسات اتعملت. ولكن بعد تولى الأخوان المسلمين الحكم في مصر حصل حدث أدى إثيوبيا دفعة قوية جدا، اتعمل اجتماع وفي قصر الاتحادية، والاجتماع ده تمت دعوة كل المكونات السياسية لمصر في ذلك التاريخ، وابتدأ يتحدث باجتماع منقول على الهواء، يتحدث عن إثيوبيا والصراع في إثيوبيا واستخدام السلاح وضرب السد. طبعا ده أحدث يعني ردة فعل عنيفة جدا داخل المجتمع الإثيوبي، ويمكن دي تكون النواة اللي اتبنى عليها أنه ارتبط
السد بسيادة إثيوبيا وبهيبة إثيوبيا، وبالتالي حصل يعني موقف التفاف جماهيري عريض جدا على سد النهضة. تتابعت عمليات التفاوض وفي نفس الوقت عمليات البناء، واشتركوا عدد من الاستشاريين. المكتب الاستشاري الأول كان فيه مكتب استشاري هولندي وفرنسي، والدورة الثانية كان فيه مكتبين فرنسيين. المهم كل هذه المفاوضات والاستشارات لم توصل إلى اتفاق مقبول، خاصة أنه واحدة من النقاط الضعف في حوض النيل عموما أنه لا توجد اتفاقية شاملة وحاسمة لحسم القضايا أو النزاع في بين الدول المتشاطئة في حوض النيل، لأن الاتفاقيات اللي تمت في عهد الاستعمار كانت اتفاقيات مرفوضة من قبل المنابع، واتفاقية 1959 هي فقط ملزمة للسودان ومصر، وبالتالي أنه يعني كان في فراغ قانوني فيما يخص الرجوع له عند الاختلاف حول سد النهضة. الأمور دي استمرت بهذه الصورة إلى أن جاءت محطة اللي هي محطة توقيع رؤساء الدول الثلاثة، رئيس وزراء إثيوبيا ورئيس جمهورية مصر ورئيس جمهورية السودان، على اتفاق إعلان المبادئ. واتفاق إعلان المبادئ في الحقيقة هو يعني اتفاق فضفاض من 10 بنود، وأهم حاجة فيه أنه اعترف بالسد كأمر واقع. إعلان المبادئ هو اللي بموجبه يعني تم التوقيع على شهادة ميلاد أو الشهادة الشرعية لميلاد سد النهضة، ودي نقطة الضعف اللي هي استغلتها فعلا إثيوبيا بعد كده في صراع خاصة مع مصر. المهم بعد سد بعد الاتفاق إعلان المبادئ أصبح أنه نقاط الخلاف في الكيفية اللي يتم التعامل معها مع سد النهضة، وكانت القضايا الأساسية فيه أنه واحد اللي هي أنه اللجنة الثلاثية تحدثت عن أن هناك بعض نقاط الضعف في التصميم، ودي طبعا أثارت نقاط كثيرة جدا وتساؤلات عن أمان السد. فبقت القضية الأساسية هي قضية أمان السد. القضايا الثانية هي أنه الملء الأول للسد، لأنك أنت إذا عملت سد يعني هو تقريبا المياه اللي بتجينا من النيل الأزرق حوالي 54 مليار متر مكعب، أو من 50 إلى 54، وفي نفس الوقت أنك إذا عملت سد بالبحيرة فيه بتستوعب 74 مليار متر مكعب. هذا يعني أنك أنت إذا حبيت تملى السد حتكون على حساب، خاصة الملء الأول حيكون على حساب حصة مصر وحصة السودان. وبالتالي كان التفاوض أنه المصريين عايزين يطولوا المدة ملء السد، ومش بس كمان من ناحية المدة، لأنه السد فيه نهر النيل الأزرق أو نهر النيل عموما عنده دورات جفاف ودورات بيكون الفيضان فيها عالي. ففي دورات الجفاف بينزل المنسوب زي ما حصل في عام 1984 إلى 43 مليار متر مكعب، وممكن ارتفع إلى 120 مليار متر مكعب. فعشان كده أي محاولة لملء السد يجب أن الناس تتفادى أنها لا تتم في مرحلة اللي بيكون فيها في مرحلة يكون فيها الإيراد النيل الأزرق أقل من المعدل، وده اللي بسموه مرحلة الجفاف، وفي مرحلة بعض المراحل الجفاف الشديد اللي هو يكون ده في أقل نسبة أو معدل وصل له النيل الأزرق، وبالتالي يجب أن تراعى في ملء الأول المدة والجفاف الشديد.
النقطة الثانية اللي بتحتاج إلى تعامل معها فعلا ب يعني دقة شديدة، اللي هي أنه التبعات أو ما يترتب على السد من يعني تأثير على التأثيرات البيئية والتأثيرات الاجتماعية. التأثيرات البيئية أكثر بلد هتأثر بها اللي هي السودان، وعشان كده مهتم بها، والتأثيرات الاجتماعية كذلك، لأنه نحن في 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 يعني في موقع يعني بيننا وبين السد 15 كيلو فقط، فعشان كده التأثير ما بعد السد بيتأثر بها السودان أكثر من أي دولة أخرى، بيتأثر أكثر برضو بأمان السد، لأنه أي تأثير أو أي انهيار لا قدر الله ولا أي شيء موجود بيأثر في أمان السد هينعكس سلبا علينا في السودان. بنتأثر أيضا من ناحية التشغيل، لأنه سد النهضة بيبعد من الحدود السودانية حوالي 20 كيلو، ويبعد من خزان الرصيرس حوالي 100 كيلو، وبالتالي أنه لازم تكون في درجة عالية جدا من التوافق، ودرجة عالية جدا من التعاون والوصول تبادل البيانات والمعلومات بين السدين، عشان نضمن أنه تشغيل سد النهضة بيتم بالطريقة اللي ما تؤثر على السودان سلبا، سواء كان في ملء بحيرة سد الرصيرس أو في تفريق أو تدفق المياه من سد الرصيرس بالصورة اللي تكون تمشي حسب المواصفات اللي الناس متفقين عليها أو الناس اللي بتتبعها إدارة سد الرصيرس. تمت كثير جدا من عمليات التفاوض، ولكن لم تتوصل إلى اتفاق مقبول للدول الثلاثة، وده يعني اللي أدى فيما بعد إلى محاولة الدول الأخرى التدخل. طلبت روسيا في فترة كان فيها أبي أحمد والسيسي موجودين في روسيا أنه هي تتدخل يعني بصورة فيها وساطة. طبعا مجرد أنه التدخل الروسي أدى إلى رد فعل عنيف جدا من الولايات المتحدة الأمريكية، وطرحت المبادرة الأمريكية، ومن الغريب أنه المبادرة تبناها الرئيس ترامب وقال أنها يعني حدد لها أول حاجة سقف زمني، وحدد لها السقف الزمني شهرين، وحدد حتى الدورات اللي بيتم فيها الاجتماعات على أساس أنها هي تكون دورية بين الدول الثلاثة في الخرطوم وأديس أبابا والقاهرة، وأن تكون في آخر جلستين يكونوا في واشنطن، وفي الجلستين ديل اللي هي واحدة حدد لها النصف الأول من يناير، وفي الجلسة بتاعت يناير حصل اختراق في الجوانب الفنية، والجوانب الفنية حقيقة كان يعني المشكلة في كمية المياه اللي بتتدفق من بوابات سد النهضة. وطبعا التوقيت أنه لازم يكون في الفترة اللي بيكون فيها الفيضان، لأنه النيل الأزرق هو نهر موسمي، والفيضان بتكون في شهر 7 أو شهر 8، على أساس أنه إذا كان في التدفق ده يحصل في شهر 7 أو شهر 8، مصر طلبت على أساس أنه يكون البوابات الكمية اللي بتتدفق منها ب40 مليار متر مكعب. إثيوبيا مصرة على 31 مليار متر مكعب. السودان كان بيتحدث في وسط 35 مليار متر مكعب. الأمريكان توصلوا لمتوسط ما عرضته مصر وما عرضته إثيوبيا وما عرضه السودان، واتفقوا على 37 مليار متر مكعب. 37 مليار متر مكعب دي اللي هي مفروض يوم 27 و 28 يناير فبراير دي اللي يتم فيها
التوقيع على الاتفاق، ولكن إثيوبيا اعتذرت ورفضت أنها تحضر هذا الاجتماع بحجة أنها عندها مشاورات داخلية، مشاورات مع أصحاب المصلحة. وطبعا ده ناتج للتغيرات الحاصلة في إثيوبيا، ويمكن التغيرات اللي هتحصل دلوقتي في كل دول حوض النيل، لأنه ما عاد التفاوض بيتم فقط في الغرف المغلقة الآن، لأنه الشعوب حصل في وعي بالحقوق. في السودان الآن بعد الثورة لا يمكن السودانيين يتخلوا عن حقوق، ولا يمكن أنه يعني يتعاملوا بنفس الطريقة اللي تعاملوا بها في الخمسينيات وفي الستينيات، لأنه الآن يعني لا يستطيع أي مفاوض سواء كان سوداني ولا غيره يتحدث فقط باجتهاداته وفي إطار أنه رؤية قد يعني تتحكم فيها الحكومة. لأنه حتى نحن عندنا هنا لحسن الحظ أنه دلوقتي في حراك قوي جدا، حراك جماهيري بيتحدث أنه نحن مصلحتنا وين. نحن ما ضد مصلحة مصر ولا ضد مصلحة إثيوبيا، ولكن الأولوية المطلقة لمصالح السودان ولحقوق السودان، لأنه نحن ضحينا تضحيات كبيرة جدا، والتضحيات بلوم اللوم على السودانيين أكثر من المصريين ولا الإثيوبيين. لأنه حتى 18.5 مليار اللي هي نصيب السودان في اتفاقية 1959، السودان ما قدر أنه يكون عنده أوعية يعني للتخزين عشان يستفيد من هذه الكمية. السودان إلى اليوم بيستفيد فقط من 12.5 مليار متر مكعب. وحقيقة كمان إحنا لأنه نصيبنا في داخل السودان قبل السد العالي مش 18.5، بيصل ل 20.5 مليار متر مكعب، وبالتالي نحن عندنا أكثر من 7.5 مليار متر مكعب لما استفدنا منها، في الوقت لأننا عندنا مشاريع يعني مخطط لها ومعروف. عندنا مشروع تعلية الروسيرس، وده بترتب عليه بأننا نستفيد من كنانة كبرى، يعني مشروع يعني يمتد من الروسيرس ويمشي بالغرب حتى مشروع كنانة الحالي، وده في مناطق غنية جدا زي مناطق الدالي والمزوم في الزراعة، وما عندها مشكلة حتى في مياه الشرب. عندنا مشروع شرق الروسيرس، وده مشروع مشروع هو بغطي جزء من القضارف، وهو شرق الرهد، وده كان ممكن على أساس أنه يدي مساحة واسعة جدا. عندنا مشروع ثالث اللي هو مشروع امتداد الرهد، وده بربطينا مشروع الجنيد بالرهد الحالي، وعندنا امتداد لمشروع مشروع خشم القربة، وده برضو ممكن يغطي مساحات كثيرة. نحن للأسف حتى سدودنا الحالية نتيجة للطمي أنه استيعابه للمياه قل بنسب كبيرة جدا، فعشان كده السودان محتاج على أساس أنه لازم تكون عنده رؤية واضحة، ولازم أنه يكون في وحدة، ده يعني وحدة وطنية تجمع كل السودانيين، ومشروع وطني للمياه عشان هو مش بس في مياه النيل، أنه يكون عنده معالجات تخاطب حتى قضايا المياه في الكردفان وفي دارفور في قربطانة. أنا من ضمن الأشياء اللي كانت ملفتة أنه عمنا صغيرون الزين، وأنا كنت محتك به، وقال لي واحدة من الأخطاء اللي ارتكبناها بأننا حاجتين: واحد أننا ما فكرنا في المرحلة ديك أن نتعاون مع إثيوبيا ودول حوض النيل ونعمل سدود بشراكة، شراكة في التخطيط، شراكة في التنفيذ، شراكة في التشغيل، على أساس أنه إذا هم احتاجوا، هم الآن في الزمن ده ما كانوا محتاجين، قال لي إذا احتاجوا نحن نقدر نقول لهم نحن شركاكم، وناخد وندي معاهم، وتكون الإدارة هي إدارة مشتركة. النقطة العبقرية اللي فعلا يعني هو تنبه لها، قال لي نحن واحدة من مشاكلنا أنه يعني ما عملنا اللي هو دلوقتي بنتكلم عن حصاد المياه، ما قدرنا نعمل يعني سدود ترابية في دارفور وكردفان. نحن لأنه قبل ما كانت علويد عملت دي
كانت ما كان حصل الجفاف والتصحر وما حصلت الهجرة بالنسبة للأبالة من مناطق شمال كردفان وشمال دارفور إلى جنوب كردفان وجنوب دارفور وإلى الجنوب، وتحصل المشاكل دي بين المزارعين وبين الرعاة. وده عشان نحن نطور السودان، وزي ما قلنا أنه التنمية ذاتها يعني هي فعلا مربوطة بالمياه، وخاصة السودان بلد زراعي، يجب أن يكون عندنا مشروع وطني للمياه يغطي مواردنا من مياه النيل، ويغطي في نفس الوقت يعني ويتعامل مع واردنا من الأمطار، لأنه الأمطار نفسها نتيجة للتغيرات المناخية حصل فيها تحول كبير جدا، وحصل تغيير في الكميات وفي الزمن، وبالتالي تحتاج أنك أنت بحصاد المياه. اللي السودان تقريبا عنده 400 مليار متر مكعب بتنزل في الأمطار، ده إذا كنا ضفنا الجنوب طبعا. نحن ما بنستفيد إلا من 500 من تقريبا 500 مليون، اللي هي نسبة ضئيلة جدا بتتم بطريقة بدائية جدا في الحفائر وفي غيرها. فعشان كده نحن في السودان بنحتاج أننا نحن تكون عندنا رؤية ويكون عندنا مشروع، زي ما سد النهضة في إثيوبيا التف حول الإثيوبيين، وسد العالي في مصر التف حول المصريين، دائرين إحنا السودانيين التف حول مشروع نستفيد من كل قطرة مياه، سواء كانت من الأمطار أو كان مياه الجوفية أو كانت من النيل، بالصورة تمكننا من النهوض بالسودان وتطوير السودان. الحقيقة طبعا بعد رفض إثيوبيا للمبادرة الأمريكية أو رفضت أنها تمضى، طلع تصريح إيجابي قالت أنها هي بتوافق من ناحية المبدأ على المبادرة الأمريكية. وفي نفس الوقت السودان ما وقع على بالأحرف الأولى على المشروع الاتفاقية، لأنه السودان بيتحدث أنه عشان يحصل اتفاق، واتفاق ذاته يكون له يعني مقبول من كل الأطراف عشان تكتب له الاستدامة، عشان كده لازم يكون اتفاق شامل. فرفض السودان أنه يوقع على بالأحرف الأولى من ناحية تكتيكية. والإثيوبيين طبعا ترتب عليه ده بأنهم هم يعني عندهم أسباب، أنه التعبية اللي تمت للجماهير الإثيوبية والانتخابات القادمة والصراعات لبعض المناطق الموجودة في إثيوبيا، يعني لأنه إثيوبيا فيها يعني حصلت قفزة في إدارة إثيوبيا من دولة مركزية قابضة إلى فيدرالية إثنية، والفيدرالية الإثنية دي هي من أكثر الفيدراليات صعوبة في إدارتها، وخاصة أنه هي أدت الحق للأقليات بأن الطالب بالانفصال، وأنه بعد الثورة هم أدوا طوالي أريتريا أنه وافقوا على انفصال أريتريا، وبالتالي أنه الانتخابات حساسة جدا. عشان كده يعني يكون الموقف بتاع أبي أحمد حساس في النقطة دي. هنا أنا أفتكر السودان لعب دور كبير جدا في أنه يعني قدم رئيس الوزراء مبادرة، وكان المبادرة كانت المبادرة دي مبنية على أساس أنه العودة للتفاوض، وترتب على العودة للتفاوض اللي هي عبارة عن المفاوضات الأخيرة، وفي المفاوضات الأخيرة هي حصلت تقدم في النواحي الفنية، وحصل يعني تعسر فيما يخص النواحي القانونية. كندا من أمريكا. شكرا.